السلام عليكم عشاق واجهة شاومي MIUI 13 تصل رسميا بمميزات جديدة. واجهة شاومي الجديدة تصل رسميا اليوم. كل هذا وأكثر سوف تشاهدونه إن شاء الله في هذا الفيديو، ولكن قبل البدء أتمنى منكم دعم القناة بقوة لأني بحاجة للدعم. بالضغط على زر لايك والشارك وفعل زر الجرس، وشكرا لك. قامت شركة شاومي حدثا كبيرا اليوم 28 ديسمبر، أعلنت خلاله عن العديد من منتجات الشركة، حيث قامت الشركة أيضا بالكشف عن واجهة MIUI 13، ووعدت الشركة أن واجهتها الجديدة سوف تقدم مزيدا من الخصوصية والأمان. بالنسبة لمميزات واجهة MIUI 13 كاملة، قالت الشركة إن واجهة MIUI 13 سوف تسمح لأجهزة شاومي المتعددة في شبكة واحدة بالتكامل بشكل لم يسبق، بما في ذلك الهواتف والأجهزة اللوحية والتلفزيون والأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة المنزلية الذكية والمساعد الصوتي شاو AI. تعد الخصوصية مصدر قلق بالغ لمستخدمي الهواتف الذكية، لذلك أضافت شاومي في واجهة MIUI 13 عملية التحقق لتصبح بثلاثة خطوات، بالإضافة للتعرف على الوجه. تليها قراءة العلامة المائية لمعرفة المستخدم، ثم هناك ما يسمى الحماية الإلكترونية من الاحتيال. وبالنسبة للتعرف على الوجه، هو التعرف على الجزء العلوي من الجسم. يضبط المستخدم وجهه، لكن الهاتف يسجل كل شيء من الخصر إلى الأعلى، لذلك لن يسمح بدخول أشخاص آخرين ذوي الهياكل الجسدية المختلفة حتى لو كان لديهم وجه مشابه. وتتمتع الحماية من الاحتيال الإلكتروني بسجل مواقع الويب والأجهزة التي قد تجلب برامج ضارة. أيضا هناك دليل هاتف كامل من الأرقام التي سيتم حفظها، وسيتم إبلاغ مستخدم الهاتف قبل قبول المكالمة. وجلبت شاومي أيضا خطا جديدا للـ MIUI 13، وسيقوم الأشخاص بتثبيته. إنه خط سانس سيريف، يبسط الحروف والعلامات والأرقام، تعد إزالة الزخارف شيئا واحدا، لكن شاومي جعلت الخط أكثر تناسقا سواء من حيث التباعد أو ظهور الأحرف. ولم يتغير أو لم تغير الشركة الخط فقط، ولكن الألوان تتغير أيضا. ستترقى جميع الهواتف التي تحتوي على MIUI 13 خيارات خلفية جديدة، حيث تتفتح الأزهار من جانب واحد من الشاشة عند تشغيلها. هناك أيضا الكثير من الأدوات التي أعيد تصميمها لتتماشى بشكل أفضل في الشبكة. تغيير مهم آخر للـ MIUI 13 هو التوافر على الأجهزة الأخرى. طورت الشاومي MIUI 13 باد المصمم للأجهزة اللوحية، على الرغم من وجود عدد متواضع من الطرز تم تطويره خصيصا للعمل على الشاشات الكبيرة، وعلى الرغم من عدم وجود أي معلومات حول ما إذا كان الميميكس فولد سيحصل عليه أيضا، نعتقد أنه يجب أن يكون ذلك لأن اللهجة هنا تعدد المهام. وفقا للشركة، تم بالفعل تطوير أكثر من 3000 تطبيق لدعم هذه الميزة. سيأتي مع إيماءات خاصة باللوحة مثل السحب أو الضغط لتغيير الحجم أو السحب والإفلات أو فتح تطبيق مباشرة في نافذة صغيرة. السؤال الكبير هو متى يتوفر MIUI 13؟ والإجابة قريبا جدا، ستصل إلى سلسلة الشاومي 12 والشاومي مي 11، واعتبارا من يناير 2022 ستصل إلى العديد من الأجهزة أو أجهزة التلفزيون ريدمي. تم تصميم MIUI 13 أيضا مع وضع ريدمي والبوكو في الاعتبار، وهما علامتان تجاريتان مستقلتان تماما. ما رأيكم في الواجهة الجديدة رسميا؟ شاركوني آراءكم ضمن التعليقات، ولا تنسوا دعم القناة. أحبكم في الله، مع السلامة.